ونروح لمجلة التايم اللي اختارت البابا فرانسيس شخصية العام بعد استبعاد السيسي من المنافسة، ويمكن ده أحبط ناس كتير كانت عقدة أمل أنه يتم اختياره شخصية العام. وده بيفتح سؤال، هي إيه أصلاً معايير مجلة التايم نفسها لاختيار شخصية العام اللي ممكن تبقى مجهولة بالنسبة لكتير مننا؟ مبدئياً التايم كل سنة بتعمل حاجة، بتطرح أسامي 60 أو أكتر من قيادات العالم لاستفتاء للرأي العام لجمهور مجلة التايم عشان يشاركوها في اختيار شخصية العام. ولكن اختيار شخصية العام ده حق نهائي لهيئة بتختارها مجلة التايم، بيبقى فيها جزء من هيئة التحرير بتختارها وفقا لقواعد محددة. بيبقى الاستطلاع مجرد للاستشراف أو معرفة التوجهات جوه جمهور التايم لمين يفضلوه، ولكن اللي بيختار هو هيئة التحرير. خلينا نقارنها كده بجائزة أحسن لاعب في العالم. مجلة الفوتبول بتعمل استطلاع رأي، ولكن في النهاية من هو يحدد أحسن لاعب في العالم هم مدربين المنتخبات في العالم إلى جانب هيئة التحرير بتاعة المجلة، وليس الرأي العام وليس الاستطلاع. ده اللي حصل بالظبط. مجلة تايم حطت الاستطلاع وأدركت من بين الأسامي في الاستطلاع اللي ضم 60 أو أكتر شخصية عالمية الفريق الأول عبد الفتاح السيسي وأردوغان. فوجئت مجلة التايم بأنه تحول هذا الاستطلاع المفروض موجه لجمهور المجلة بشكل أساسي تحول إلى سباق سياسي ما بين فريق محاولة للحاشد الفريق عبد الفتاح السيسي وفريق رجب طيب أردوغان. وجدت هيئة تحرير المجلة أنه شخصية العام مش منافسة سياسية، تراث التايم أنه شخصية العام مش صراع سياسي بين جمهور، هو معايير. فشالت عن نفسها الحرك وخرجت الفريق السيسي وأردوغان من القايمة. من وجهة نظري ده تصرف منطقي ومعقول ومحترم جدا. وده ممكن يختلف مع ناس كتير، لانه حتى الول ستريت جورنال النهارده كانت كاتبه تقرير في صغير حوالين ان المصريين غضبون جدا من استبعاد السيسي، وكتبت حوالين ان كتاب الاعمده ويتكلموا عن الديمقراطيه في امريكا وتعدد المعايير وان ازاي ما يتخذش بالراي العام وازاي انه الفريق السيسي هو طلع في المركز الاول وفقا للاستطلاع اللي على الموقع مجله التايم ويتم استبعاده، وانها تعبير ان امريكا بتتامر والإعلام الأمريكي بيتآمر على ثورة 30 يونيو وبيتآمر على الفريق هو عبد الفتاح السيسي بل بيتآمر على الاستقرار في مصر. أعتقد أن احنا خلينا الموضوع أكبر من حجمه. من وجهة نظري الإعلام المصري استخدم هذا الاستبيان بشكل إيجابي ما، أنه يقول أنه الفريق عبد الفتاح السيسي لديه شعبية وعنده جمهور يصوت له حتى يدخل مخصوص على موقع مجلة التايم عشان يصوت للفريق عبد الفتاح السيسي. ده شيء إيجابي، بس تحويل القضية إلى أنها يعني مرحلة الحسم أو حرب الحسم والصراع ما بين السيسي وأردوغان كان سلبي، وده اللي خدته هيئة تحرير المجلة وهي بتاخد قرارها. وفي النهاية بعد الاستبعاد توافقت هيئة التحرير على الشخصية الأنسب في اللحظة دي، هو حد بيحاول يغير صورة المؤسسة الدينية من مؤسسة عدائية تقوم تسمح بانتهاكات لحقوق الإنسان داخلها إلى مؤسسة بتسعى للتسامح ومواجهة هذه الانتهاكات، هو البابا فرانسيس اللي فعلا ما بقالوش أكتر من 9 أشهر بابا للفاتيكان، بس واضح من المدرسة لأنه هو مدرسة أمريكا اللاتينية في الكنيسة الأرثوذكسية أنه أكثر تعقلا وأكثر انفتاحا. أنا أعتقد أنه علينا أن احنا نقلل نبرة العصبية في التعامل مع الأمور، وعلينا صحيح. إن احنا نبقى بندور على التفاصيل ونكون أكثر منطقية. من حق أي مجلة في العالم إنها تعمل استطلاع، ولكن في النهاية وإذا جت النتيجة غير مرضية لم يكن من قواعد هذا لم يكن من قواعد يعني. من قواعد اختيار رجل العام في أي مرة هو نتيجة الاستطلاع. أحيانا كانت تتوافق رأي هيئة التحرير مع نتيجة الاستطلاع، ولكن هذا لا يحدث دائما بل في الأغلب. هو زي ما حضرتك قلت هي يعني الأسباب كانت سياسية لإخراج المجلة من الحرب، ويمكن العصبية اللي حصلت هو بسبب أنه
الفريق عبد الفتاح السيسي اتحط قدام اردوغان، وكاننا قدام القطبين اللي هم بيحكموا المنطقه النهارده ومين هيكسب. طيب.